تمنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لو كانت الخلافات بين المؤسسات الدستورية قد تمت تسويتها بصفة ديمقراطية. الآن وقد أصبح الانقلاب أمرا واقعا، فالهيئة تلح على ضرورة عودة الحياة الدستورية في أقرب الأوقات. أردنا أن نتعرف على نوايا المجلس الأعلى للدولة بخصوص العودة إلى الشرعية. فالموضوع الملح الآن هو ضرورة الرجوع إلى النظام الدستوري وفي أقرب وقت ممكن. موقف الأمم المتحدة تطابق مع موقف الاتحاد الإفريقي الذي كان قد استبق وصول موفده بتعليق عضوية موريتانيا. وقد طالب مبعوثه خلال لقائه مع الجنرال محمد عبد العزيز بمعرفة مبررات الانقلاب ونيات الحكام الجدد للبلاد بخصوص العودة إلى الشرعية. المسؤولية مسؤولية الموريتانيين أنفسهم أن نساهم في فتح آفاق واعدة لمستقبل أفضل يصنعه الموريتانيون. طلب الاتحاد الإفريقي أن يأتي الحل من الموريتانيين، والموريتانيون منقسمون بشأن الانقلاب. فقد دان رئيس الجمعية الوطنية الانقلاب بشكل صريح ولا رجعة فيه على ما يبدو. مسعود ولب الخير قال في بيان شديد اللهجة إن الانقلاب خطوة بائدة، متهما الضباط بخرقهم لالتزاماتهم بالإطاعة بالرئيس الشرعي وإبقائه رهن الاعتقال. فإنه واجبي أمام الوطن وأمام المجموعة الدولية هو إدانة هذا الخرق السافر للدستور الذي صوت عليه الشعب الموريتاني بحرية. المنظمة الدولية منشغلة بما يجري في موريتانيا، وقد طالب مبعوثها الخاص بالإسراع في العودة إلى النظام الدستوري. أما الاتحاد الإفريقي فأراد أن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة مع إدانته المبدئية للانقلاب. زينب تربيه، الجزيرة، نواكشوط.